الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين، ومن هو أبدا دائما طلب السداد والتوفيق والنجاح. متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات على بركة الله. أعلنت بداية وانطلاقة شوط جديد، شوطنا 21 في هذا الصباح والذي خصص لفئة الإبكار، ومع تحديات سن الصغار سن الإبداع وسن الإبهار سن الحقائق من مسافة 4 كيلومترات هي المسافة التي قررت لهذا السن ضمن تحديات وانطلاقات سباقنا المحلي 6. وهذا الشوط يضم في طياته الأعداد الهائلة والشعارات المتميزة الباحثة عن الفوز والباحثة عن الانتصار. نبحر مع مقدمة الشوط ومع ولايف مع المركز الأول علي بن راشد بن محمد بن محسن بن انديله المري مع المركز الأول. يقدم لنا ولايف مع صدارة الشوط ومع مقدمة الشوط، تنطلق وتندفع مع الصدارة، ولكن القدوم والوصول من في هذه اللحظات القادمة بها عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري شعار بن عمارة، تقدم وانطلق إلى المركز الأول، والقادمة في هذه اللحظات وصلت مبلشة لجابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري، والقدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل عوايد عبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي المري، والقادم في هذه اللحظات أو تابع الوصول والقدوم في هذه اللحظات من قبل هذا الشعار القادم مع المركز الرابع، وتابع وصول هوايل فهد بن علي بن عبد الله المهندي هو القادم مع انطلاقة شعاره، وتقدم هوايل وأيضا الوصول أيضا القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل الفار علي طالب بن راشد بن حمد الفهيد المري، يحتل المركز الخامس مع انطلاقة الفارعة مع خامس المراكز. نعود إلى مقدمة الشوط إلى شعار بن جبران مع المركز الأول، يتقدم وينطلق مع الصدارة مع تقدم مبلغ مع المركز الأول وانطلاقها بشعارها المتميز. يا سلام، ولكن الخطورة بدأت في هذه اللحظات من قبل هوايل لفهد بن علي بن عبد الله المهندي، هو المتقدم المنطلق مع المركز الأول، تقدم وانطلق إلى الصدارة مع انطلاقة هوايل المركز الثاني، القادمة مبلشة لجابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري، شعار بن عمارة قادم مع المركز الثالث مع انطلاقة بها لعبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري. المركز الرابع وصل شعار بن لفجح في هذه اللحظات ليتقدم مع انطلاقة شعاره، الفارعة هي القادمة، طالب بن راشد بن حمد الفهيد المري، وأيضا الوصول من قبل ولايف بشعار بن انديلة قادم مع المركز الخامس. والأسماء التي بدأت بالظهور وصلت وتقدمت رعبوبة ناصر بن مبارك بن محمد الجهويل المري، ينضم للمعركة الأمامية وإلى دائرة النداء، وشعار الدعية قادم في هذه اللحظات، يتقدم رويدا رويدا ليصل في هذه اللحظات مع الغزيل محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية، وشعار بن برقان وشعار الزعبي، والشعارات قادمة لا محالة. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط إلى شعار المهندي، ينطلق مع هوايل 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 هوايل، وش هالهوايل يا المهندي، انطلقت مع المركز الأول، اندفعت مع الصدارة، تتقدم في هذه اللحظات مع المركز الأول. فهد بن علي بن عبد الله المهندي ينطلق ينطلق، الله 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 على هوايل وعلى ده هوايل الممتاز مع المركز الأول، تسعيرة تجري الشحانية في الانتظار، ولكن الغزو القادم. يا سلام يا سلام، وصلت رعبوبة وتقدمت رعبوبة، عبد الرحمن بن سحيم بن صالح الجابر المري يشن الغارات يشن الغارات مع آخر الأمتار، ولكن هوايل هوايل ورعبوبة رعبوبة هي القادمة. عبد الرحمن
الرحمة بن سحيم الجابر المري مع آخر الأمتار يتقدم مع آخر الأمتار. تجاوزت انطلقت إلى المركز الأول بدلت الموازين. تهانينا لمالك رعبوبة لعبد المحسن بن سحيم بن صالح الجابر المري. تهانينا والف مبروك يا أبو سحيم على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا يا نايف على هذا الإنجاز وعلى هذا الانتصار وحصول رعبوبة بالمركز الأول وتقديم العروض الممتازة. المركز الثاني هوايل فهد بن علي بن عبد الله المهندي. المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث ولايف لعلي بن راشد بن محمد بن محسن بن نديل المري. المركز الرابع كان القدوم وكان الوصول من قبل هتال محمد بن بخيت بن برقان المري. المركز الخامس شعار علي بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح مع بواجة من احتلت المركز الخامس. نعود بالتهاني والتبريكات لمالك رعبوبة عبد الرحمن بن سحيم بن صالح الجابر المري. وتوقيت الزمني 6:13:25 توقيت رعبوبة صاحبة المركز الأول في هذا الشوط. المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات هوايل مع ثاني المراكز لفهد بن علي بن عبد الله المهندي 6:15:43. المركز الثالث ثالث المراكز وثالث التحديات من نصيب ولايف لعلي بن راشد بن محسن بن ديل المري 6:18:29 توقيت صاحبة المركز الثالث في هذا الشوط. تهانينا والفي مبروك.